اهلا بحضراتكم في مساء القاهره. وقنبله فجرها حزب الوفد في الاوساط السياسيه، خاصه بعد قيام المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد بمطالبته بشطب جميع الاحزاب الصغيره اللي ملهاش تمثيل جوه البرلمان. الاقتراح ده من اول ما قاله واثار حاله من الجدل، اعتبرها حزب الكرامة بأنها انتكاسة سياسية كبرى وأنه لا يحق لحزب الوفد المطالبة بذلك. البعض الآخر رفض فكرة الشطب وطالب باندماج الأحزاب الصغيرة مع أحزاب أخرى. النهاردة يعني احنا هنسأل صاحب هذه الفكرة المهندس حسام الخولي نائب حزب الوفد، يعني هو يعني الفكرة دي جاءت بناء على ايه، وهل الحل هو حل الاحزاب الصغيرة ولا هو يفضل اندماج الاحزاب مع احزاب اكبر؟ خلينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفي الكرام. المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، اهلا بحضرتك معنا في مساء القاهرة. واستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اهلا بحضرتك منورنا. وابدأ محرك على طول باشمهندس، يعني بداية هل التصريح ده دقيق ان حضرتك قلت انه او طالبت بشطب جميع الاحزاب الصغيره التي لا يوجد لها تمثيل في البرلمان؟ لا هو مش دقيق. انا اوضح حاجتين. اول حاجه ده راي شخصي. وانا قلت كده لان الحزب عندنا اولا ما فيش وقت نناقش الكلام ده، احنا بنناقش الاقتصاد، بنناقش امور المواطنين هامه، فما كانش. ولكن ده كان ردا على السؤال، ودايما المشاهد لازم يبقى عارف ان احنا في يعني كقيادات في احزاب، اما بنتسال في اعلام بنتسال سؤال فاحنا بنرد عليه، ما بنبقاش احنا طرحين الموضوع نفسه. يعني حضرتك لم تطرح هذا الموضوع، ليست هذه مبادره من حضرتك، ولكن كان ذلك ردا على السؤال. السؤال كان بيقول ايه؟ السؤال كان ايه؟ السؤال كان عدد الاحزاب الموجود الكبير قوي في مصر عموما، يعني هل ده بيمثل عموما عائق؟ وليه الاحزاب ما بتندمجش مع بعض؟ الرد بتاعي كان الاتي، كان ان انا، وارجع اقول ده رايي الشخصي يعني عشان دكتور سيد بدو ما يزعلش حزب الوفد، رايي الشخصي هو زعل؟ بقى وبيان وطلعنا في بيانات وكده، مش متعودين احنا ان احنا ندخل قدام بعض في الاعلام، انما ملحوقه انما في الاول والاخر وجهه نظري وانا مقتنع بيها حتى الان. وطبعا اخويا الكبير استاذ فريد ممكن نناقش. يعني زعل يعني هو ضد الفكره؟ لا هو زعل، او التصريح اللي طلع، انا مش متعود ان في تصريح في الوفد يطلع بكده، انما في العموم اوضح الفكره بتاعتي. اتفضل. الفكره بتاعتي الاساسيه ردا على هذا السؤال ان انا كشخص كحسام الخولي مع تكوين الاحزاب بهذه السهوله، ده حق اكتسبناه بعد ثوره 25 يناير. عشان المشاهد يبقى عارف برضو ان اي حد ممكن يكون حزب، ان هو يجمع 5000 واحد يعمل توكيلات ب 15 جنيه التوكيل، يعني 75,000 جنيه تقدري تعملي حزب، بتكلم على العموم يعني. فعمليه سهله وانا مع كده، لان ممكن ينشا حزب بكره او بعده او كمان سنه يبقى اقوى من الاحزاب دي كلها، من اللي موجوده في الساحه دي كلها. فانا مع سهوله هذا الاجراء. اللي انا قلت بقى، قلت عشان نقلل عدد الاحزاب في رايي انا، مش من البرلمان ده، بعد 10 سنين، ده اللي انا قلت وده اللي مكتوب حتى في التصريح، بعد دورتين. يعني الحزب اللي ما يقعدش دورتين 10 سنين ما يعرفش يجيب نائب من 600 في البرلمان، نائب من 600 بعد 10 سنين من تكوين الحزب عليه ان يندمج في حزب اخر. تاني التصريح كامل تاني. الحزب في رايي الشخصي عند تكوينه، عندك دورة برلمانية، يعني عندك انتخابات مجلس نواب بعد 5 سنين. تمام. المفروض بيدخل هذه الانتخابات، ما حصلش على مقعد واحد. ليه حق كمان يدخل دورة تانية؟ لو ما حصلش في الدورة التانية، يعني قعد 10 سنين ممارسة في السياسة كحزب قائم، وما قدرش يحصل على نائب واحد يندمج مع حزب آخر لنواب. ليه؟ وجهة نظري. لان انا ما كانش عاجبني منظر مثلا السيد الرئيس وهو بيجتمع مع رؤساء الاحزاب، لان ده هو بالنسبه للمواطن عادي دي احزاب، رؤساء احزاب ده رئيس حزب، ما فيش فرق، وده الوضع الطبيعي بين حزب ناشئ النهارده وحزب الوفد اللي هيكمل 100 سنه. حزب قائم، رئيس حزب موجود. تمام. وبالتالي لو في حزب قام وقعد 10 سنين، تخيل حضرتك في البرلمان لو دخل هذا المشروع، احنا ما قدمناهوش،
ده ردا على سؤال يعني. برلمان ده فاضل له 4 سنين وبعد كده دورتين يعني 10 سنين. لو حزب قعد 14 سنه ما عرفش يجيب نائب انا هسميه الحقيقه جمعيه. طيب خليني اروح لحضرتك استاذ فريد، راي حضرتك ايه في فكره باشمهندس حسام اللي بيقول انه لو حزب قعد السنوات الطويله دي اللي بيتكلم عليها دورتين برلمانيتين ودلوقتي بيقول يعني المره الجايه تبقى بعد 14 سنه يعني لو 4 سنين المره دي والعشره بالظبط يعني انه بعد 14 سنه من دلوقتي حزب لم يمثل في البرلمان ولا واحد من الحزب جوه البرلمان انه يتحل او يندمج أو يندمج مع أحزابه. خليني أقول لك إنه أنا يعني من حيث المبدأ مش مرحب بالفكرة. ليه؟ مع يعني مع اعتزازي الشديد بالمهندس حسام الكولي وبحسن نواياه علشان برضه يبقى الأمور واضحة، لأنه إيه دعنا لنحمل الأمور أكثر ما تحتمل، لأن ما أشيع إن ده موقف من الوفد وإنه ربما نية من النظام يعني إلى آخره يعني. لكن أنا متأكد إنه دوافع مهندس حسام دوافع خيره، وان هو يعني صعب عليه منظر اجتماعات الرئيس برؤساء الاحزاب الى اخر ما اوضحه. لكن انا خليني اقول لك كذا فكره. الفكره الاولى انه لا ضرر ولا ضرار من وجود حزب محدود التاثير عديم الشان ملوش وجود، يعني اذا لم يسبب هذا فائده، وانا في تقديري انه في كل الاحوال لن يسبب فائده، لن يسبب ضررا. طب هتقولي لي ايه الفائده اللي ممكن يسببها حزب ضعيف مش قادر يحصل على مقعد في البرلمان؟ هقول لك ممكن يعني احيانا في احزاب بتكاد تكون ملح الارض، يعني ممكن تلعب ادوار لانها احزاب لها طابع راديكالي ربما، لها طابع تنويري ربما، سابقه زمانها شويه، ممكن تلعب ادوار ربما ادوار مهمه جدا ولها وزن، لكن ما هوش بالضروره وزن سياسي مباشر. طب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. حضرتك تفسر بايه انه حزب يقعد سنوات طويله ما عندوش ممثل ليه في البرلمان؟ ده معناه ايه؟ في احتمالات كثيره، في احتمالات كثيره منها ممكن يبقى المناخ السياسي مش مواتي، ممكن يبقى هذا حزب يبشر ببرامج وافكار اللحظه مش مواتيه ليها. بالمناسبه الحزب اللي خد اغلبيه في اليونان وعمل تغيرات كبيره في الخريطه السياسيه اليونانيه وكذا كان حزب يعني على هامش الحياه السياسيه في اليونان، ومع ذلك جت لحظه هو اللي تصدر المشهد لما طرح افكار خاصه بالديون الخارجيه الى اخره. النقطه كمان اللي عايز اوضحها انه ما فيش حاجه اسمها في الدنيا ان مصر فيها احزاب كتيره، ده موضوع مش صحيح، لانه في امريكا احنا نعرف يعني وكاننا من عوام الناس، بس احنا مفروض مش من عوام الناس، انه في حزبين. ده مش صحيح، امريكا فيها مئات الاحزاب بس في حزبين رئيسيين، وده موجود بقى في كل مكان في العالم. مصر فيها فوق 100 حزب، بس هل كل ال 100 حزب مهم؟ هل كل ال 100 حزب رئيسي؟ هل لا يمكننا ان نضع معايير بمقتضاها نعرف ايه الاحزاب الرئيسيه والاحزاب المش رئيسيه؟ الرئيس عليه ان يلتقي بقاده الاحزاب الرئيسيه، وعلينا نبقى فاهمين كويس قوي ان في حاجه اسمها الاحزاب الرئيسيه، ده معايير. حتى الاحزاب الجديده الناشئه يعني في بلاد الديمقراطيه العريقه بيحطوا معايير حتى بخصوص الاحزاب اللي لسه طالعه، يعني حزب لسه طالع من اسبوع، طب ايه ده نعتبره حزب كبير ولا مهم ولا لا؟ يقول لك المؤسسين اللي هم ال 5000 اللي سعادتك اشرت اليهم مثلا، 5000 دول منهم كام واحد منتخب؟ منهم كام واحد عضو في مجلس نقابه مهنيه، او واحد كام واحد عضو في مجلس نقابه عماليه، او كام واحد عضو في مجلس محلي، او كام واحد منتخب، او كام واحد عضو في مجلس اداره مركز شباب؟ فانت حتى مؤسسيك هنا ناس ذوي وزن ولا ناس من عوام الناس؟ ده بيبقى معيار من معايير. يعني في المانيا مثلا الدوله الالمانيه مش النظام السياسي ولا الحكومه، الدوله الالمانيه بتدعم الاحزاب السياسيه وتكاد تجرم التبرعات للاحزاب على اساس ان هي بتنفق على الاحزاب. ايه المعايير اللي بتعملها؟ بتحط معيار النواب ومعيار المنتخبين في المجالس المحليه. طب الحزب جديد لسه طالع اول امبارح ونازل الانتخابات، نديله كام دعم؟ يديله وفقا لمعايير مؤسسيه. طب منتخبين ولا لا؟ انا باختصار الفكره عايز اقولها ان في حاجه اسمها لازم ننتبه، واحنا حتى في انتخابات 2012 وفي انتخابات 2015 كان نفس الفكره هي اللي شغاله، اللي هي ان او الاحزاب الكتيره قوي دي وقت الانتخابات بيبان حاجتين، اولا ايه الاحزاب الرئيسيه، وثانيا ايه التحالفات اللي بتتم بين الاحزاب الرئيسيه. يعني قوه الحزب من عدمها بتبان وقت الانتخابات، بتبان، واللي طيب بيطالب بيه الاستاذ حسام او المهندس حسام بيحصل بطبائع الامور اللي هو ايه التحالفات الانتخابيه. انا عايز اسال حضراتكم معايير قوه الاحزاب ايه؟
يعني هقول لحضرتك حاجه برضو ردا على اخويا الكبير الاستاذ فريد، زي ما سمد المثل على اليونان، ممكن حزب ناشئ وهامشي هامشي يعني ليه كام نائب، كام نائب يعني ملوش اغلبيه او ملوش حاجه، مثلا لو برلمان فيه 600 فهو ليه 20 نائب او 15 نائب، ومره واحده تتحول افكاره الى حاجه ياخد اغلبيه. انما ما فيش حزب على الهامش ملوش نائب ويقعد 10 سنين ما يعرفش يجيب نائب 10 سنين. دي حاجه، ده برضو قناعه. القناعه الثانيه عندي ان لا، هم اوقات يمثل ضرر اوقات يمثل ضرر، لان احنا في مصر برضو تعودنا ده مش رئيس حزب بقى له 10 سنين او هيفضل بعد كده 10 سنين و15 سنه، لا ده رئيس حزب او تحت مسمى زي ما بيتسمنا دلوقتي تحت التأسيس. يعني انا بلاقي في ناس طالعه بتقول فلان فلاني تحت التأسيس، تحت التأسيس دي حتى عندنا مش انه قدم ورق وعمل، هو بيقول تحت التأسيس، وبالتالي في اضرار، لا لانها دي بتعمل برضو في اوقات معينه في البلد الكم الكبير اللي ملوش، انا بقول لحضرتك 10 سنين 10 سنين شغل ملوش، ما قدرش بعد كده ياخد نائب واحد، انا بقولوش امشي، بقول له اندمج، ده بالعكس ده انا بقوي، هيبتدي هو يفكر قبل العشر سنين دي انه يندمج في حزبين ثلاثه تانيين من نفس افكاره، من نفس، اذا كان يساري اذا كان ناصري اذا كان ليبرالي، عشان يكمل الخط. انما التفتت اللي موجود، ارجع اقول تاني، انا مع تسهيل الاجراءات زي ما هي موجوده، الف حزب ينشا، انما يكمل ازاي، وجهه نظري الشخصيه بديله فتره 5 سنين 10 سنين زي ما قلنا 10 سنين تمام. مع الاربع سنين 14 سنه. هو ايه اللي حصل في الاجتماع مع الرئيس بين الاحزاب والرئيس اللي خلى حضرتك يعني تفكر في الفكره دي؟ لا يا فندم مش هفكر، انا قلت في الاول والاخر ده مش طرح مني حاليا، ده ردا على سؤال، لان لو مني انا الحقيقه الموضوع ده ما افتحوش دلوقتي، لان احنا عندنا ازمات اقتصاديه يعني. نعم. عندنا حاجه كتير قوي، بس ايه اللي حصل نفكر فيها؟ لا المنظر العام، ومش مش مش الرئيس السيسي الحقيقه، يعني انا بتكلم على العموم، المنظر العام ان انا حتى مش رئيس، لو رئيس وزاره وعاوز اقعد دلوقتي مع احزاب اتكلم معاها في وضع اقتصادي خارج، او اتكلم معاها في امور سياسيه حاليا، ممكن ساعتها تحط المعيار بقى تقول هقابل الاحزاب اللي لو موجود في البرلمان، ممكن اعمل حاجه تانية زي ما هو حاصل، لانه في الاول والاخر انا قعدت لقيت مش فاهم ايه اللي بيتقال، مش فاهم من كتر العدد، وكل واحد حقه برضه بيقول انا رئيس حزب. يعني ما دام ما حطيناش معيار مجلس النواب يبقى كله رئيس معيار الاحزاب الرئيسيه، في فكره ان يكون الحزب موجود من عدمه، في فكره الاحزاب الرئيسيه بالذات يا باشمهندس حسام، ان احنا لدينا ملاحظات على قوانين الانتخابات، وراينا انه مش بالضروره يعني انا هضرب مثال واحد فضل. اسرائيل اللي هي بلد يعني غير ديمقراطي بامتياز، بلد عنصري، لكن على الاقل في ديمقراطيه داخليه عندهم، يعني ما بين المواطنين الدرجه الاولى يعني، خلاص؟ عندهم نظام قائمه نسبيه على المستوى القومي. الحزب اللي بياخد 1% بياخد كرسي في البرلمان، الكنيست 100 نائب. حزب بياخد 1% بياخد نائب. هنا انت الشروط، يعني انت هنا في قوة سياسية واحزاب نزلت خدت مئات الالوف من الاصوات، مئات الالوف، يعني في مئات الالوف من المصريين صوتوا لهذا الحزب ما خدش ولا نائب. طب ليه؟ لان نظام الانتخابات حالة دون ذلك. انا اللي عايز اوضحه ايه؟ ان احيانا كمان المناخ السياسي يبقى غير مواكب، يبقى المناخ السياسي بيضيق على احزاب من نوع معين، اللي بقى تبقى السلطه مثلا غير راغبه في كذا او راغبه في كذا، والانحيازات من هذا النوع فممكن انا اظلم في البروسيس دي، ممكن اظلم في العمليه دي، ممكن اظلم احزاب كثيره. بص حقيقي قد تكون وجهات نظر، ولكن قد تكون فكره قابله او غير قابله، قد تكون فكره تخلي في اندماج بعد 10 سنين لاحزاب اللي احنا يعني نتلم شويه او الاحزاب تتلم شويه. انما انا حاسال حضرتك سؤال كحزب، حضرتك عارف كحزب المصري الديمقراطي اللي انا بقدره، وحضرتك عارف معزه الحزب عندي، الله يخليك، حضرتك ودكتور ابو الغار وكده، لو حضرتك كرئيس حزب، انا عارف انه حزب قوي، حزب عمل مجهود غير عادي، قعد 14 سنه وحضرتك رئيس حزب، 14 سنه ما جابش نائب، حضرتك هتكمل؟ انا بس اقول لك كتير، اولا احنا ما حدش عندنا بيقعد 14 سنه. لا لا لا، يعني هو كرئيس، انا هو بتكلم انا بتكلم بيدي موقف حزب، حضرتك عارف المعزه بتاعت الحزب بتاع حضرتك. لا انا بعد 14 سنه بدون وجود نائب واحد تحت اي نظام انتخابي بقى، يعني ايه قايمه فردي راس مال، ولا هتفكر
انا بتكلم حتى زي الانتخابات اللي فاتت راس مال قوي جدا، هتفكر ان الاحزاب اليساريه او الوسطيه او تندمج اربع خمس احزاب مع بعض عشان يعرفوا يجيبوا نائب. مش فاهم حسام، ما دي الفكره اللي انا بلح عليها، حتى كنت بناقشك فيها قبل ما ندخل الاستوديو، اللي هي انه في الملمات وفي المحطات الانتخابيه المختلفه وفي الازمات السياسيه الكبرى وازاء المنعطفات المهمه، الاحزاب اللي قريبه من بعض بتاتلف او بتنسق او بتتحاور او بتعمل مواقف مشتركه. حضرتك جاوب على السؤال. طيب هو ده السؤال، ده الاجابه، هو صح، هو اللي هيحصل عمليا ايه؟ احنا في انتخابات 2012 عملنا ايه؟ نزلنا انتخابات لوحدنا؟ الاجابه لا. لما كان في قايمه ولما كان في امكانيه لبنى تحالف في القايمه عملنا قايمه مع المصريين الاحرار والتجمع. ليه؟ لانه كان في قضايا مشتركه ونظام انتخابي يسمح بانك انت تعمل تكتل انتخابي. الوفد حرص على انه يكون جزء من التحالف وفي الاخر لم يوفق. لكن عايز اقول ان في المعطفات الانتخابيه لو النظام الانتخابي نظام انتخابي ديمقراطي بما يكفي هيسمح بوجود تكتلات، هيسمح للحزب المصري. طب يعني انا اسف، يعني هيسمح ولا هيخلي زي ما بقول حيك بعد 14 سنه لو لقيت ان حزبك هيضطر، مش هيسمح بس هيضطر. هيضطر بالمناسبه على فكره أنا عايز اقول لك، يعني ده انا عايز اقول لك انه هي فكره سلسه جدا انا بحاول اوصلها، وزي ما بقول ارجع تاني ده سؤال طرح، يعني تم الطرح عليا فاضطريت اجاوب مش وقت، بس انا انما في الاول والاخر انا مانيش شايف قصه كبيره على اللي انا قلته رايي. اقول لك ايه المشكله يا باشمهندس حسام، قد يكون مخطئ، ولكن في الاول والاخر انا ما بحبش ان يبقى عندنا، انا بتكلم في مصر، انا بحب المواطن فكره الاحزاب عنده، انا بتكلم الاحزاب يبقى ليها قيمه معينه احنا فقدناها، انا بتكلم على العموم. ومش هتبقى هذه الفكره ثم هو لاقي ان في احزاب ممكن تقعد 14 سنه بلا نواب وبتطلع وبتتكلم في الاعلام كرئيس حزب. انا طبعا احترامي للجميع، وهنا ارجع اقول برضو رايي الشخصي عشان ما حدش يتقال ان الوفد هو عشان حزب مش عارف ايه عاوز ايه، لا انا بتكلم رايي الشخصي لمصر اجابه على سؤال ليس اكثر وليس اقل. ولكن حضرتك لو فكرت فيها بالمنطقيه ان حزب يقعد 14 سنه ما يجيبش كرسي وما يفكرش يعمل ائتلاف مع حزب بنفس افكاره عنده كراسي، هلاقي ان العمليه في الاخر زي ما انا قلت هو مجرد ان انا بتمسك ان انا جبت 5000 واحد وبقيت رئيس حزب وقاعد فرحان ان انا رئيس حزب، مش عاوز اندمج عشان افضل انا رئيس حزب، مش عاوز اعمل اي مجهود عشان افضل انا رئيس حزب بكارت مكتوب فيه رئيس حزب. دي وجهه نظر. معيار فشل او نجاح الحزب ايه؟ المده الزمنيه، حتى لو هو حزب زي ما استاذ فريد بيقول المناخ، ممكن المناخ ما يبقاش جيد لمده سنه 2 3 5 7 9 لما 10 لو 10 والمناخ مش جيد مش هنكمل، بس مش 14 ومش هنكمل حضرتك حتى بعد 10 الحزب هيتاكل نفسه اذا كان في حزب، اذا ما كانتش اوضه ورئيس حزب بكارت واتعملت دلوقتي ب 75,000 جنيه يعني التكوين. يعني ده احترامي للجميع، انا بحترم اي حد يفكر في اي فكره ان شاء الله بيمشي وراه مش 5000 واحد بس، ولكن وجهه نظري ان كل ما القصه تبقى مقننه مش في تاسيس الاحزاب مفتوحه للجميع، مقننه بمده بعد 10 سنين بديله، بعد 14 سنه بديله، رايي ده 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 حل من الحلول. تجبر الاحزاب، تجبر بقى هنا تجبر، مش تلغي الاحزاب ولكن تجبر الاحزاب على الاندماج، فيطلع عندنا بعد فتره كيانات. صح هيفضل عندي برضه حزب عنده واحد او تكتل عنده نائب واحد، بس هيبقى عندي تكتلات بقى عندها 100 نائب و60 نائب و80 نائب. طيب كنت بسال دلوقتي الباشمهندس حسام وقال لي عن اهم معايير نجاح او فشل احزاب هي المده، سريعا جدا وفي المدة النهايه هو بيقول المده اهم معايير نجاح او فشل الاحزاب. هو بيقول سريعاً المده في علاقتها بما يمكن ان تحققه من نتائج في الانتخابات البرلمان. تمام. وانا عايز اضيف وانتخابات اخرى، يعني على سبيل المثال في بلدان ديمقراطيه كثيره احزاب سياسيه نفوذها الرئيسي في انتخابات المحليات قوي، او في انتخابات النقابات. انا بقول وزن الحزب، انا مش مختلف معاك خالص في فكره ان وزن الحزب يقاس بعدد المنتخبين منه،
يعني الذين انتخبوا في البرلمان، لان عدد المنتخبين منه معناه قوتهم قوي. معناه قوتهم في الشارع بالظبط، سواء في برلمان او في مجالس محليه او في نقابات عماليه او مهنيه الى اخره. لكن كمان عايز اضيف ان معيار القوه والضعف يعني يخش في حسبه تانية، اللي هي حسبه مين القوى الرئيسيه في المجال السياسي، مين اللي قابلهم رئيس الوزراء، مين اللي قابلهم رئيس الجمهوريه، مين اللي يقعدوا مع بعض يرسموا ملامح المجال السياسي. يعني انت هولندا لما حصل العمليه الارهابيه الكبيره في فرنسا، اول اجتماع عمله ما كانش مع الحكومه، كان مع رؤساء الاحزاب السياسيه الرئيسيه. هو طبعا فرنسا فيها مئات الاحزاب، مش هيلمهم كلهم، لكن هو عارف مين الاحزاب الرئيسيه الكبيره اللي عندها وجود في البرلمان وفي المحليات والى اخره. لمهم وقعد معاهم، واللي اتفق عليه مع رؤساء الاحزاب السياسيه راح كملوا في البرلمان وفي الحكومه، لان الاحزاب الرئيسيه الكبيره هي اللي بتحدد الخطوط الرئيسيه في البلد، سواء كانت في الحكم او في المعارضه. هو عمل كده، هو ده الدرس، ان احنا مفترض ان احنا وفقا لاوزان الاحزاب يبقى في حاجه اسمها الاحزاب الرئيسيه والمجال الرئيسي. انما مش شرط حزب ملوش وجود او وجوده ضعيف او تمام. بسيط ان انا الغي وجوده، ملهاش ما هو ما قالش يلغي وجوده، هو قال يندمج. يندمج اجبره على الاندماج، ما الغي وجوده يعني اجبره على الاندماج او اجبره على الانتحار واحد يعني. ما هو الاندماج مش انتحار يعني، الاندماج يعني الاندماج ما هو انا لو من الاول عايز اعمل مع حزب ثاني ما اعمل يعني، قصدي ما فيش ما يستدعي ده طالما ان احنا عارفين مقامات الناس. ممكن يا فندم، ممكن نوصل ان احنا زي ما امريكا، زي ما حضرتك بتقول امريكا احنا مش حاسين لان في حزبين. ممكن نوصل زي امريكا زي ما حضرتك بتقول، لو احنا مشينا كده يبقى عندنا فعلا 1000 حزب و2000 حزب و3000 حزب، بس في حزبين رئيسيين. لا انا اقصد ايه، ممكن في مصر هنوصل لكده، لان زي ما بقول لحضرتك التسهيل لازم يبقى موجود، لان دي مكتسبات ثوره. نعم. ولكن في وجهه نظري لو فضلنا كده والتسهيل موجود وانا مقتنع بيه، انما انا وجهه نظري ان بعد فتره طويله لازم نفرق شويه عشان يحصل الاندماج. طيب طبعا هنشوف بعد فتره طويله هيحصل ايه. اشكرك شكرا جزيلا المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. وايضا استاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اشكرك شكرا جزيلا نورتنا. اذا مشاهدينا بكره ان شاء الله مساء جديد في مساء القاهره، تابعونا.